في اطار البرنامج السنوي المصدر من طرف دار الثقافه محمد الشبوكي، احتضن هذه الاخيره الطبعه 15 للسنه الوطنيه في التشكيليه، وقد خصصت لجنه لانتقاء احسن الاعمال حيث عرفت مشاركه ازيد من 80 عمل فني من مختلف ولايات الوطن. وقد اخترت هذه اللجنه الاعمال التي طريقا تعرض على مستوى اروقه دار الثقافه، وقد اختير حوالي 82 عمل فني او تحفه فنيه، من بينهم 25 مشارك من خارج ولايه تبسه والباقي من مدينه تبسه.